طبعا احنا عائلة الصايغ عائلة متخصصة في صناعة السيوف والخناجر من عشرات السنين. تمركزنا في منطقة المحرق وابتدينا رحلة انتاج السيوف والخناجر من ذيك الفترة الى اليوم. اليوم عندنا احنا مصنع ديباج اللي متخصص في صناعة السيوف والخناجر على مستوى عالمي في إنتاج السيوف والخناجر والهدايا الفاخرة. السيوف الخليجية اللي هي عمرها نتكلم عن 400 سنة والمشتقة من السيوف العربية. تميزت السيوف الخليجية أن استخدم فيها المعادن النفيسة، وكان استخدام المعادن النفيسة في ذيك الفترة مب لمجرد الزينة، كانت تستخدم للإهابة العسكرية. فكانوا في ذيك الفترة يتباهون بأن القطعة تكلف قيمة عدد كبير من السيوف، فبالتالي يكون بمثابة الحرب النفسية للأعداء، وهذا سبب استخدام المواد النفيسة في صناعة السيوف والخناجر. طبعا الخناجر في البحرين دائما يصير التباس عندنا أن البحرين عندهم خناجر. لو نرجع للتاريخ نشوف ان البحرين من اهم الدول اللي اشتغلت في الخناجر بشكل عام في العالم العربي، او خلينا نقول في الخليج العربي موجود تقريبا حوالي 12 خنجر. من ال 12 خنجر 9 خناجر بحرينيين الصنع، عاد هني توزعت على الخليج، منها مثلا المخمس، منها الخنجر السعيدي، ومنها الخناجر النجدية واليمانية. السيف الآن دائما اللي يشوف السيف يقول هذه سيف، وهو لا، ترى السيف من فوق لتحت إذا ينا نسميه يمكن فيه أزيد من 30 اسم من فوق لتحت. مجزأ مثلا، هذه قبضة، القبضة داخل القبضة لها أسماء، يعني مثلا البريومة، السينان، الطعوس، البرشق، هذه أسماء كانت متداولة. لو ترجع أنت إلى ما قبل خلينا نقول 600 سنة، أحجام الناس أكبر من أحجامها اليوم. هذه السيف إحنا من الناس اللي نؤمن بأن هذا السيف الحجم هو لشخص كبير. ليش؟ لأن القبضة الآن اللي موجودة هني هي حقيات كبيرة، لأن لا معايير سابقا، ما كانوا يجون الناس يشوفون السيف معروض يشترونه، لا، كان يروح يفصل سيف عليه. بعدين لما انتهت الاستخدام الحقيقي للسيف صارت الناس تصنع السيوف على ما ورثت عليه، يعني سيف جدي أبى استنسخ سيف جدي، مثلا سيف جدي راح حق أخوي أنا أبي مثله، وهل ما جرى. فتمت السيوف وقفت على هذه الأحجام اللي يمكن عمرها هو عمر نهاية استخدام السيوف الفعلي في القتال وخلافه. أما لو ينا قلنا شلون نفصل السيف، الحين تيويدة السيف هذه، يعني أنا إذا جيت أتكلم عن يدي بتشوف في فراغ تحت، هذه الفراغ لازم يكون معدوم، لأن اليد لازم، إحنا أنا بيدي بالمقارنة بيد واحد ثاني عودة، لكن تشوف الحين بعد فيها فتشة من تحت، لازم هو يصير حاز. وذي سلمك الله البرشك كل قطعة موجودة فيه للاستخدام، هذه النجمة اللي مني حق تيويدة اليد، وهذه النجمة اللي مني تيويدة القراب في السيف عشان لا يطيح، لركب فوق الخيل لا يطيح. فكل جزء صمم في هذا السيف صمم للاستخدام مو بالزينة. يعني أعطيك مثال، هذه البريومة اللي هي ذي، هذه تعد بمثابة البلد المثقال. شفت شلون طريقة الباب اللي كانوا يخلون فيه حجر أو يخلون شيء عشان يرفعونه، هذا للاستخدام، هذا كان يشحن بالرصاص بحيث يوازن وزن السيف، فهو ميزانية. يقال بأن هذه الطعوس مو بعشان لا تزلق اليد، كانت تستخدم كرتب عسكرية. انت تقدر تعرف شنو الرتبة العسكرية من هذه الطعوس، وهذه يقال.
حين لما نرجع حق الأحاديث أو المرويات القديمة نسمع أن فارس من الفرسان العرب شافوا سيفه في الأرض، وفارس من الفرسان شفنا بعد سيفه في الأرض من الموروث القديم في القتال. ولما أتي تشوف تقرأ من هذا الفارس، تشوف هذا الفارس سيفه ما يطيح من يده إلا ميت، تقول شلون، شنو المشكلة هني؟ لأنه كان سابقا يستخدم أكثر من سيف، فوق الخيل سيف وهو تحت الخيل سيف، نعم، واللي حدده هو انحناء السيف. يعني الحين هذا سيف فرسان يستخدم في الأرض ويستخدم وانت فوق الخيل. السيف اللي يستخدم فوق الخيل هي غزير هلالي. ليش؟ لو ينا نتكلم بالمنطق، لو كان فارس يركض بسيف وكان السيف سيده وضرب راس المقاتل، معناته بيصير عنده ردة فعل قد تخلق كتفة تشيله. لكن هو لما يركض شو يسوي؟ يود السيف بس بهذه الطريقة، بس هذه تيويته وهذه انحناءة كبيرة. فمجرد نزول الراس في بداية السيف لا ينتهي لنهايته إلا الراس طار، فهو ما في أي رد فعل، يعني ما في مقاومة. لما أنت تخلي السيف بالعكس، الراس إذا ضرب هني وأنت جالس تركض بسرعة معينة راح ينفلت السيف منك. فأي كل ما كان غزير كل ما كان فقط لاستخدام الخيل. بعض الأوقات الخيل يطيح، بعض الأوقات الخيل يموت، زين ينزل يفلت السيف الأول ويستخدم السيف الثاني. سؤال ثاني نقول شلون قدروا الجماعة يميزون ان هذا سيف فلان؟ هني نقول لك الدليل ان وجدت طلامس في السيوف، رقم واحد تحدد رتبة الشخص هذا من، فكانت في الغالب تكون في القبضة، فلذلك هذه بمثابة الرتب في ذيك الفترة يستخدمونها في تعيين الأشخاص. وهذا بعد في توارد، يعني مب في ناس تختلف عليه، كانوا يقولون كل قبيلة كان لها، كانوا يقولون مثلا ان مو فقط الفارس اللي يستخدمه، يعني اختلفت الأقاويل في هذا، ولكن احنا نرجح الغالب انه هي رتب عسكرية. فالسيف من مميزات السيف كل ما خف وزنه كل ما زاد سعره، كل ما صار مستوى اعلى. فهذا الحين ظهر السيف عريض، علاوة على ذلك في الاستخدام تحسه خفيف، تشوف هذه البريومة وقت انت تنزل السيف تساعدك انه ترفعه، وقت اللي تنزل يساعدك انه هو يرفع لك السيف. فهاي نوع التحاور، يعني نوع توزيع الاوزان، بحيث انت لو استخدمت السيف تشوفه خفيف ما تحس فيه ثقل. شلون انت تقيمه؟ يقول لك في قانون ان بداية حنية السيف في منتصف وزنه. السيف لما اخليه على ورقة، اخليه على خيط، لازم يوقف. شوف برايك شلون؟ لميزانية معينة يوصل الى مرحلة ما يطيح، يوقف بهذه الطريقة ويكون مواجه السماء. لو تبطح يرد يرجع. انت حين تشوف العرضة، شنو العرضة؟ انت حين في البحرين تصير عندنا عرضة، والعرضة هي مو برقص، هو استعراض عسكري. في طقوس سابقا ما قبل العرضة واللي هي التحضير. العرضة هي تحفيز المقاتلين لدخول الحرب، وهذا مو بخصوصية للخليج، هذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومك كان يكون نوع من التجهيز والتجيش عشان نرفع معنويات المقاتلين اللي عندنا. لا يمسك باليمين ولا يقدم باليمين، السيف هو الشيء الوحيد اللي ما يقدم باليمين، يقدم باليسار. نعم، ومن السيف يفتح بهذه الطريقة، وهذه سلته. ولما نغمده، هاي بعد من الأخطاء الواردة ان الناس يتي تسوي كذي، وهذا غلط. صكاك السيف بهذه الطريقة، شوف تي من راسه هني، حطه في ذي المنطقة، تراك بس. يعني في بعض القطع توصل حتى 800 مليون دينار،
نعم. والسر هو مو فقط ال 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 الجرام أو الذهب أو الألماس أو لا، لكن السر هني بعد في النصل القديم اللي بعض الأوقات يكون عمره 300 و400 و500 و600 سنة، فهاي بعض النصول نادرة الوجود وأعمارها تعد أعمار تاريخية. علاوة على ذلك إذا اجتمع الاثنين في قطعة واحدة قد توصل قطعة حتى 1,000,000 دينار.